وجاء في الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البرر، وجاء عن نبينا الأواب حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع، وقالتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرع الإمام الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. قال الناظم زيد الباب. قال الناظم رحمه الله: أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكماله، ثم صلاة الله تترى أبدا على النبي العربي أحمد. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه والحاء والغين من آخره والخاء والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف أسفل قليلا تدرك، والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون، والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضرسه من أول، واللام من طرفه، والراء والنون هكذا حكى الفراء، والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة أشكال، من طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا فزت بالوصول، ومنه يخرج ومن أطرافها ما امتاز بالإعجام عن خلافها. الناظم رحمه الله لا يزال يتحدث لنا ويبين لنا مخارج الحروف. مخارج الحروف يعني كل حرف يعني من أين يخرج في يعني في الفم. وكنا في الدرس السابق ذكرنا يعني الضاء والذال والثاء المعجمات، وتحدثنا عنهم باختصار، وإلا فالكلام عن الحروف وعن مخارج الحروف هو طويل، فنتحدث في هذا يعني في هذا الدرس يعني باختصار. الآن يعني وصلنا إلى الحروف كذلك الثلاث، وهي آخر حروف اللسان، وهي الصاد والزاي والسين،
ولهذا قال الناظم رحمه الله زيد والصاد والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينهما تبين. والصاد ثم الزاي ثم السين منه أي من طرف اللسان ومن بينهما أي من بين الثنايا العليا بينهما تبين أي تظهر تبين أي تظهر أي تظهر مخارج الصاد والزاي والسين من بين الثنايا يعني الأسنان ثنايا وكذلك من رأس اللسان. هذه الحروف التسعة يعني الملاحظ هي أنها كلها تخرج من رأس اللسان ومن الثنايا العليا حروف التسعة الدال والطاء والتاء والضاء والذال والثاء والصاد والزاي والسين كل هذه الحروف تخرج من رأس اللسان ومن الثنايا. فبالنسبة للحروف الأولى وهي الطاء والدال والتاء تخرج من رأس اللسان مع أصول الثنايا كما سبق والضاء والذال والثاء أيضا من رأس اللسان ولكن رؤوس الثنايا. فهذه الحروف الصاد والزاي والسين توسطت بين المخرجين جاءت من بين مخرجين أي من بين مخرج الطاء والتاء والدال ومن بين مخرجي الضاء والثاء والذال فهي بينهما. ولهذا الناظم قال والصاد ثم الزاي ثم السين منه منه الضمير يعود على رأس اللسان طرف اللسان رأس اللسان منه ومن بينهما بينهما ضمير المثنى يعود على الثنايا العليا بينهما تبين. إذن فالصاد والزاي والسين تخرج من بين الثنايا يعني الفرجة الفرجة التي بين الثنايا تخرج يعني هذه الحروف الثلاثة من الفرجة التي بين لأن الثنايا بينهما فرجة يعني فرق فالصاد والزاي والسين يخرج من هذه الفرجة وكلها حروف الصفير يعني هذا الصفير يبتدئ من بين هذا ويخرج يعني يخرج إلى الثنايا يخرج من بين الثنايا الصفير. الصاد حرف المطبق مهموس مفخم. السين زاي حرف المجهور مستفي المرقق ما تقولش يا زاي لا زاي زاي عاوتاني لا تبالغ في الترقية تقول زاي لا فلا تفخم يعني التفخيم الذي يخرج عن الحد وكذلك لا ترققه الترقيق الذي يخرج عن بين الترقيق والتفخيم الزاي الزاي ماشي الزاي ماشي الزاي لا. إذن فوسط كذلك السين السين كذلك هو من حروف الصفير وهو مستفيل. إذن المفخم من هذه الحروف الثلاثة هو الصاد زاي مرقق سين مرقق أكثر من زاي لأن الزاي فيه صفة الجهر والجهر وصفة الجهر تستدعي التفخيم وأما السين فهو مهموس مستفيل فهو يعني أكثر ترقيقا من حرف الصاد ومن حرف زاي أكثر ترقيقا. ويعني ذكرنا هذه الحروف تخرج من رأس اللسان ومن بين الثنايا بعض العلماء قالوا من بين الثنايا العليا أي من هذه وبعض العلماء عدوا قالوا هي من الثنايا السفلى من بين الثنايا السفلى يعني تحط رأس اللسان على من بين الثنايا السفلى ثم تنطق به ولكن أكثر يعني العلماء والأئمة وهذا جعلوها من بين الثنايا العليا بين يعني من بينهما ومن هو من بينهما والناظم رحمه الله فعل هذا الرأي هذا قال والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينهما لأنه كان يتحدث عن الثنايا العليا
ومن بينهما الضمير يعود على الثنايا المتقدمة في الطاء وفي الدال وفي التاء وفي الظاء وفي الذال وفي الثاء، يعني كل هذه كان يتحدث لنا عن 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 عن, عن, عن كما قال من طرف اللسان ومن أصول عليا، عليا الثنايا فست بالوصول، من هنا هو يتحدث عن الثنايا. فكلام الناظم واضح أن 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 هذه الحروف الثلاثة تخرج من بين الثنايا العليا، من بين الثنايا العليا. الصاد كما ذكرنا أنه مطبق ومهموس، وهو من حروف الاستعلاء، فهو يعني أقوى من هذا، أقوى من 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 الزاي ومن السين. ثم يلي في الدرجة الثانية فيما يخص حروف الصفير الزاي في الدرجة الثانية، وآخر الحروف المرقق فيما يخص الترقيق هو السين. لكن هذه الحروف يعني لابد للإنسان أن يحافظ على إخراجها وكذلك على إعطائها الصفات التي لها صفات، سنتحدث عن الصفات يعني في 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 فصل في صفات الحروف. لابد من المحافظة على كل حرف من هذه الحروف. وكما ذكرنا في هذه الدروس أن قد يكون الحرف واضحا، ثم هذا الحرف الذي هو واضح إذا التقى مع حرف آخر لابد هذا الوضوح دياله لابد أن يقل، فيصير وضوحه قليلا أو ربما يشتبه مع حرفين، خصوصا إذا كان هذا الحرف الذي التقى معه يشبهه أو يشبه من يشبهه. إذن فهذه الأمور لابد المحافظة عليها. يعني مثلا نأتي إلى الصاد، الصاد لابد أن تبينه إذا التقى مع الدال، وإذا كان ساكنا، إذا كان الصاد ساكن مع الدال. الصاد مهموس والدال مجهور، إذن اللسان يميل إلى ماذا؟ يميل إلى أن يجعل الصاد زاين. لماذا؟ لأن الزاي مجهور والدال مجهور، فيميل اللسان إلى الزاي فيقول أصدق، فيشم الصاد زاين كما في قراءة حمزة والكسائي، لأن قراءة حمزة والكسائي أشم الصاد زاين، فكان على اللسان أخف من إذا نطقت بالصاد الخالص. إذن فلا بد، ولكن في غير قراءة حمزة والكسائي لا بد للإنسان أن يبين الصاد وأن يخلصها من الزاي، يخلصها من الزاي، لأن كما ذكرنا الدال الزاي أقرب إلى الدال من الصاد، وهكذا كل حرف كان أقرب إلى الحرف، فلا بد للإنسان أن يراعي وأن يبين الصاد أصدق، ما يقولش أصدق. وثم الصاد مفخم والتقى مع الدال المهموس المنسفيل، فلا بد من المحافظة على الصاد التفخيم وتعطيه الهمس وتعطيه الصافير، تعطيه الهمس، تعطيه الإطباق، تعطيه يعني قوة الاستعلاء، ثم تخلص من الزاي كما ذكرنا. ثم لا بد أن تراعي أنه بعده حرف مرقق وهو الدال، الدال مرقق. إذن فلا بد عندما تنطق بالصاد لا بد أن تراعي الدال، فتقول ما تقولش أصداق ضاء طاء أصداق، لا أصدق. لابد من ترقيق الدال، وإلا فاللسان يعني يميل إلى أن يفخم الدال، أن يفخم الدال فيصبح قريبا من 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 الضاد، قريبا من، لأن الدال إذا فخمته
يصير ضادا، والضاد إذا رققته يصير دالا. لماذا؟ لأنها هذه الحروف يعني قريبة المخارج. إذن فالصاد لابد من المحافظة عليه. إذا كان يعني جاور حرفا مثلا مفخم مطبق فلا بد من المحافظة عليه. إذا التقى مع الطاء بحال والصطابير، والصطابير هي أصل السين والصطابير، والطاء أصله تاء، استبير استبير، فالأصلها هي سين في اللغة، والطاء أصله تاء، ولهذا تحولت الصاد سين إلى الصاد، ثم حول لما رجع السين صادا، فالذي يوافقه هو الطاء، والصطابير والصطابير. فلا الصاء هذه اللفظة ماشي سين، أصلها الصاد، لأن من والصبير والصبير ماشي سين، هذا ماشي أصل والصطابير السين، أصلها والصبير، التقى جاءت اتفق فأصبحت والصطابير والصطابير. فلما كان الأمر هكذا وكان على اللسان كلفة، تحولت التاء إلى الطاء الذي يناسب الصاد، الذي يناسب الصاد، فرجع التاء طاء لمجاورته الصاد. وفي كلام العرب أن الحرف قد يتحول إلى حرفين لأجل مجاورة، يعني لأجل مجاورة فيقلب الحرف من حرف إلى حرف في اللغة العربية. إذن فهذا الصاد لابد يعني من المحافظة عليه، إذا التقى مع حرف مرقق بحال والصبير، والصبير لسان يميل إلى السين لأن الباء مرققة ومكسورة، والراء مرققة لأنها ساكنة، فاللسان يميل إلى الترقيق الصاد، فيرجع الصاد سينا، يرجع الصاد سين وهو لحن قبيح وتغيرت المعنى. إذن فلا بد للإنسان أن يحافظ على الصاد والصبير والصبير والصبير، كذلك يحافظ على ترقيق الباء وترقيق الراء والصبير. كذلك إذا التقى هذا يعني هذا الصاد مع حرف مرقق، مع حرف مرقق مثلا قاصمنا، قاصمنا وكم قاصمنا من قرية، قاصمنا من قرية، هذه قاصمنا كاين نحن قاصمنا بينهم، هذه بالسين، نحن قاصمنا بينهم، قاصمنا وكم قاصمنا، قاصمنا كلها لها معنى، قاصمنا من القصمة، نحن قاصمنا بينهم معيشتهم من التقسيم، وأما وكم قاصمنا أي كم أهلكنا، فقاصم بالصاد بمعنى أهلك، وقاصم بالسين بمعنى أي قاصم يعني الشيء، قاصم الشيء. فلما يرجع الصاد في السين صادر في وكم يعني في نحن قاصمنا بينهم، تصير هذه إذا قرأتها بالصاد تصير أهلكنا، تغيرت المعنى. وكذلك وكم قاصمنا إذا قرأتها بالسين تغيرت المعنى، ولهذا قد تتغير المعنى، وقد يحرف الإنسان القرآن بدون شعور، يحرف الإنسان القرآن بدون شعور لأنه لم يدخل المخارج ولم يدخل الصفات. فكل هذه لا بد من المحافظة عليها، عندما ينطق بالسين ينطق بها يعطيها المخرج من المخرج والصفير إلى غير ذلك من الأمور التي لها. عندما تكون المعنى يكون الصاد لا بد كذلك أن يعطيه يعني الصفير، يعطيه الاستعلاء ويعطيه يعني الإطباق إلى غير ذلك من حتى يفرق بين الصاد وبين السين، بين الصاد والسين، والسين هو أكثر الصفير من الزاي ومن من من الصاد، السين أكثر يعني الذي يظهر فيه صفة الصفير واضحة هو السين، السين هو أكثر من الصاد ومن الزاي، الزاي هو أقلهم صفيرا،
يعني الدرجة الأولى في الصافير يعني فيه أكثر السين هو أكثر من الصاد، ثم الصاد هو أكثر من الزاي فيما يخص صفة الصافير. فهذه الحروف كلها هي متشابهة ومزدحمة في المخرج واشتركت في بعض الصفات، اشتركت في بعض الصفات، مثل الصاد والسين اشتركا في الهمس، اشتركا في الهمس، والزاي اشترك مع 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 مع, مع الصاد اشترك اسمه هو الصاد اشترك مع 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 الزاي في الجهر وفي الصفير، والسين اشترك مع 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 الزاي في اشترك مع السين اشترك مع الصاد في الهمس، واشترك مع الزاي في 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 يعني في في, في الصفير. فلهذا هذه لابد ان يراعي هذه الامور ويكون على علم بها، هكذا يحفظ هذه الامور صفات وكذا ويكون على علم ثم هو يطبقها. اولا المعرفه، يعني معرفه مخارج الحروف، معرفه صفه الحروف، ثم يعني التطبيق لهذه المعرفه، لهذه المعارف تطبقها. فهذه الحروف كذا يعني لابد من مراعاتها ولابد من المحافظه عليها. وكما ذكرنا كل حرف كان قريب لحرف في المخرج أو في الصفات إلا ويكون شبيها به، يكون شبيها به. فإذا كان شبيها به فاللسان يسرع، اللسان يسرع إلى أن يجعله حرفا واحدا من حرفين، يجعله حرفا اللسان. إذن فلا بد يعني من التفريق يعني في النطق وفي اللفظ لهذه الحروف. ولهذا بعض القراء قرأوا كذلك يعني الصاد، قرأوه خلطوه بالزاي. لماذا؟ لأنها لغة، أولا أنها لغة عربية، وثانيا أنها خفيفة على اللسان. ولكن الذي قرأ بالصاد فقرأ على أصل اللغة، قرأ على أصل اللغة الأخرى. فلو أن اللسان تحمل يعني من التعب لكي يخرج الصاد خالصا إذا التقى مثلا مع الدال، تحمل اللسان، تحمل هذه الثقال. ولكن هكذا يعني لغة العرب، بعض العرب جعلوا الصاد مخلوطا مشموم من الزاي إذا التقى مع 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 يعني حرف يعني يشبهه أو حرف يضارعه، وبعضهم جعل الصاد نطق بالصاد بغض النظر عن ما التقى من الحروف الأخرى فنطق بالصاد وهكذا. وقد يتحول الصاد سينا وقد يتحول السين صادا، ولكن على أي حال فلا بد من المحافظة عليه، وإن كان يعني وإن كان مثل أصل الكلمة هي تاء مثلا ورجعت طاء، رجعت طاء، فلا بد من المحافظة على الطاء، ولا بد من المحافظة على الصاد، ولا بد من المحافظة على كل حرفين يعني لا يخلطه بحرف آخر، لأن في إخلاط الحروف تغير المعاني، في إخلاط الحروف تتغير المعاني، لأن كثير من الألفاظ تختلف غير كثير من الألفاظ يعني تختلف غير ب ب ب ب بشيء يعني تحول أو كذا، بل بالحركات كذلك تتحول المعنى، غير بالحركة فتحة ولا نصبة ولا كذا تتحول وتتغير المعنى. كذلك الحروف لا بد يعني إذا كان مثلا الكلمة أصلها صاد وأنت قد جعلتها مثلا سين أو زايد فلا ربما تتغير المعنى ثم تخالف الرواية التي تقرأ بها، وهذا أغلظ، تخالف الرواية التي تقرأ بها وكذلك تغير المعنى وهذا أقبح، أن المعنى تتغير. فلا بد من المحافظة على هذه الحروف وعلى كذلك على سائر الحروف. قال والصاد ثم الزاي زيد ثم السين منه أي من طرف اللسان، ومن بينهما ضمير مثنى يعود على الثنايا العليا، تبين أي تظهر، لأن بان الشيء أي ظهر، بان الشيء ظهر.
وهذه بانا هي من افعال الضاد، يقال بان الشيء اي ظهر، وبان من الشيء يعني تميز عنه، بان من الشيء وهو بائن له اي مخالف له، بائن منه اي مخالف له، بان منه اي خالفه. فهي من الألفاظ التي لها معاني متعددة ماشي معنى واحد. هناك اللفظ العربي لا يحتمل إلا معنى، وهناك من الألفاظ تحتمل عدة معاني حسب التركيب الذي وضعت فيه، أي حسب السياق الذي وضعت فيه، لأن الكلمة التي لها معاني متعددة يحكمها السياق الذي فيه، يعني أنت أين في أي شيء تتكلم حتى تظهر بان من يعني المعنى معناها، هكذا في يعني في اللفظ العربي. قال والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينهما تبين. أيضا يعني أقرب الحروف مثلا إلى السين وهو الجيم، جيم أقرب، فلا بد من المحافظة على السين إذا جاور الجيم، مثل المسجد، المسجد إذا لم يحافظ لا يقول المسجد، مسجد مسجد، فكلمة المسجد هكذا المسجد ما بال سين، إذن فلا بد يعني بتوأدة أنك تنطق بالسين حتى يسمع صفيرها، عاد تمشي إلى الجيم الجهير الذي فيه صفة الجهر، فالمسجد هكذا المسجد لا بد، ثم السين يخرج من بين الثنايا والجيم كما يخرج من وسط يعني من وسط الحناك، فلا بد من المحافظة عليه. كونهما أنها يعني المخارج مخرج السين ومخرج الجيم بعيد ويتكلف اللسان أن يتحول من رأس اللسان إلى إلى يعني إلى إلى إلى, إلى, إلى وسطه إلى وسط هذا فيتكلف، فهو إما أنه يرجع السين شينا، وإما أنه يرجع السين زاين، وإما أنه لا يبينه يتساهل فيه، فتصير كلمة المسجد 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 يعني لم تظهر، فلا بد من الإنسان أن يكون فصيحا يعني في هذا. كذلك مما يعني يشتبه مع السين إذا التقى مع الجيم كلمة الرجز، الرجز، وفي القرآن الكريم كاين الرجز وهذا الزاي أقرب إلى الجيم، الرجز، فالرجز أخف من الرجس، الرجس، الرجز أخف من الرجس، لأن الزاي مجهور والجيم كذلك مجهور، وأما السين فهو مهموس، ولهذا كلمة الرجز بالزاي هي أخف من كلمة الرجس، الرجس، وخصوصا يتكلف الإنسان إذا وقف على الرجس، 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 تقلقي الجيم ثم تبين السين حتى يسمع الذي يسمع أنك نطقت بالسين، وبقي آخر من السين هو الصفير، الصفير، لأن الصفير يعني يبين الحرف، هذه الحروف التي جعل من صفاتها الصفير هي للبيان، أي لظهور هذه الحروف. كذلك الزاي إذا التقى مع الجيم أيضا لابد من المحافظة عليه، الزاي التقى مع جيم بحال يزجي سحابا، يزجي سحابا، ربما يقول الإنسان يزجي، كذلك نجزي لابد من المحافظة، نجزي يزجي، فلا بد هذه الكلمة لابد من المحافظة على الزاي
يخرج الزاي من مخرجه ويعطيه الصفير، ثم عاد ينطق بالجيم، وإلا اللسان يسرع إلى أن يجعل الزاي جيما أو يخلطه معه. يقول يزجي نزجي نزجي، يزجي سحابا يزجي، ولا بد من تعمد بيانها، يعني أنك تتعمد بيان الزاي، تعمد يعني نيت بدون مبالغة، تتعمد بيان الزاي من الجيم، لأن التقى حرفان يعني النطق بهما يعني ثقيل على اللسان، من تحول اللسان إلى من رأسه إلى الحنك، هذا يعني فيه كلفة، فاللسان يجعل هذا الزاي إلى إما أنه لم يظهر في الكلام في النطق، وإما أنه يعطيه شي حرف الذي يوافق قريب إلى الجيم، وكلاهما لحن لا تجوز القراءة به. إذن فلا بد من تعمد. إذا يعني الكلام العام يعني الاختصار أن الحرف إذا كان يعني رأيته ثقيلا على لسانك وتحس بهذا الثقال، فلا بد أن تتعمد البيان، تتعمد البيان، يعني حرف ثقيل على اللسان تحس به أنه ثقيل على اللسان، فلا بد أن تتعمد البيان، أي تبين أكثر وتقصد بيانه، لأن هذا يعني هذا التعمد في البيان هو الذي يجعل الإنسان مدربا على مخارج الحروف، تعمد. وذكرت في الدرس السابق أن الإنسان عندما يكون يقرأ مثلا القرآن الكريم يلاحظ مع نفسه، يعمل محادثة مع نفسه، هل أنا أخرج حرف فلاني إذا التقى مع الحرف الفلاني يعني نطقا سليما، أنطق به نطقا سليما، أو أنا يعني أخلط، أو أنا النطق به غير فصيح أو كذا. فإذا لاحظ أن هذا النطق بهذا الحرف المجاور لهذا الحرف أنه لا يفصح عنه في النطق، فلا بد أن يتعمد الفصاحة في النطق أثناء النطق بهذا الحرف. وهكذا الإنسان يدرب يعني لسانه ويدرب يعني خروج الحروف وصفاتها، حتى يعني يصير عنده، لأن الإنسان في أول الأمر يكون هذا الشيء ثقيل في أول الأمر، وكل شيء في أول الأمر قد يكون الإنسان يأتيه ثقيل في أي شيء، سواء في القراءة، في التعبد، في العمل، يعني إذا ابتدأت العمل وأنت لا تعرف العمل فيأتيك هذا الأمر ثقيل، مثل يعني أي شيء إذا كان في بداية يكون عليك ثقيلا، لكن مع المدة، مع التمرن، مع التمرس، مع يعني فأنت في جهد، وأنت في تمرن، وأنت يعني يصير عليك الأمر خفيفا، يعني مثلا حتى تكون ماهرا في أي شيء. هذه سبحان الله، هذه يعني كل هذه تجري على جميع يعني جميع الحركات الإنسان وجميع أعمال الإنسان، ومخارج الحروف هي من أعمال اللسان، وصفاتها كذلك هي أفعال وأعمال بعد المعرفة. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.